واحد فتح أوضة أنجل بكل هدوء. كانت نايمة كعادتها زي الأطفال. قرب منها بهدوء وشالها من غير ما تحس، ونزل بيها خرف الجنينة. وكان لسه شايلها، كانت الجنينة ضلمة ومفيش غير نور القمر. وفجأة حد بيمسك كوباية مية ساقعة وبيطلقها على وش أنجل. ايه ده؟ في ايه؟ وأول وش شافته كان وش مارد اللي كان شايلها بين ايده، وضحك عليها لما اتخضت. مارد قرب من ودنها. كل سنة وانت طيبة يا أنسة أنجل، كل سنة وانت بنت المارد. أنجل كانت لسه مخضوضة، بعدت عنه. حرام عليك يا مارد. إسلام شغل الأنوار، صح النوم، عندنا حفلة في عفريتة شقية صغيرة تمت النهاردة 18 سنة عشان نجوزها. مارد بص الإسلام بصته الحادة وكشر. أم إسلام حب يستفزه أكتر فابتسم. أنجل كانت مركزة نظرها على مارد. أنا مش هتجوز، قاعدة على قلبك يا إسلام. مين صاحب فكرة المية؟ إسلام ومراته. ماشي يا إسلام، هتتردلك قريب. إسلام قرب على أنجل بتحكته الجميلة وقدم لها هدية حلوة جدا، وقرب منها وباس راسها كأنها أخته أو بنته. مارد في اللحظة دي عفرت الدنيا كلها كانت بتتنطط قدامه. كان ماسك في إيده كوباية مية، ضغط عليها جامد لحد ما انكسرت وجرحت إيده. أنجل شافت إيده مجروحة، جريت عليه بلهفة ومسكت إيده. مارد إيدك بتنزف، عملت كده ليه؟ مارد مسح على شعرها. ما تخافيش، حاجة بسيطة. أنجل نادت على الخدامة تجيب لها شنطة الأسعافات وطهرت له الجرح. روح البسي عشان عيد ميلادك، مش مهم دلوقتي، المهم إيده كويسة دلوقتي. روحي يا حبيبتي البسي وأنا هطمن على إيده. أوكي يا ماما جميلة. طلعت أنجل عشان تلبس. جميلة لسه هتمسك إيد مارد تطمن عليها، قامت فريدة سحبتها. إيدك كويسة دلوقتي يا حبيبي. جميلة بعدت بحزن، وهي ومارد فضلوا يتبادلوا نظرات عتاب. مارد وهو مركز نظره على جميلة، ده جرح بسيط ما بيوجعش. جميلة غمضت عينيها فنزلت دمعة منهم. لاحظها مارد وفضل باصص لها بغضب. أنجل بعد فترة لبست ونزلت وكانت زي القمر، وبدأ الكل يعايدها حتى عزيز رغم اعتراضه طول الوقت على وجود أنجل في القصر، إلا أنه ما حرمهاش من معايدته ليها يوم ميلادها. بدأت الموسيقى تشتغل وأنجل رغد كانت بيتنططوا ويرقصوا على أنغام الأغنية، وبعدها قطعت التورتة. ومارد طلع من جيبه مفتاح، شافته أنجل. إيه ده؟ جبت العربية؟ أنت أحلى مارد في الدنيا كلها، أخيرا هسوق. لا طبعا مش هتسوقي، العربية بسواق. بعدت عنه بصدمة وهو فضل يضحك عليها. بعد مرور وقت انتهى عيد الميلاد، وإسلام أخذ رغد وآدم ومشوا، وعزيز وفريدة طلعوا يناموا، وكمان جميلة. مارد كان داخل عشان ينام، بص لأنجل لقاها لسه واقفة. واقفة ليه؟ يلا هنطلع ننام. مارد وشوشني. مارد ابتسم لأنها من فترة ما قالتلوش الكلمة دي. تصدقي وحشتني الكلمة دي. عايزة ايه؟ ممكن نسهر للصبح أنا وانت هنا ونشوف شروق الشمس مع بعض. مارد رفع حاجبه. هتقدري؟ طبعا هقدر. مارد مسك ايديها. اتدلعي براحتك، النهاردة عيد ميلادك، مقدرش أرفضلك طلب. قعدوا هما الاتنين يدردشوا، وهي كانت حاطة راسها على كتفه. سكتوا شوية. مارد كان نفسي نعمل عيد ميلادنا مع بعض، الفرق بينهم بس 5 أيام. أنجل انت عارفة اني ما بحبش احتفل بعيد ميلادي، وانا اصلا بكره اليوم ده. انا نفسي اعرف بتكرهه ليه؟ أنجل لو عايزة ما افقدش اعصابي عليكي
قفلي على الموضوع ده، أنا لو عايزة أقولك كنت قلت من زمان، أنا بس نفسي أسيب ذكرى حلوة في يوم عيد ميلادك تنسيك الحاجة الوحشة اللي مخلياك بتكرهه. مش هتقدري، في حاجات مش بإيدينا يا أنجل. أوعدك بيوم عمرك ما هتنساه، في اليوم ده ومن غير ما أفكرك بإنه عيد ميلادك. اتفقنا؟ بجد؟ هنشوف. اتفقنا. فريدة كانت بتتصنق وسمعت كلامهم. اعملي كل اللي تقدري عليه، وانا هعمل برضو كل اللي اقدر عليه عشان ابعدك عنه زي ما بعدت جميلة وخليته يكرهها. ميرت وانجل فضلوا يتكلموا لحد ما انجل غلبها النوم ونامت وهي ساند راسها على كتف ميرت. بصت ترفعني كده لقاها نامت، مسك راسها وحطها على رجله وفضل يملس على شعرها ويبصلها، ومع الأسف فقد السيطرة على نفسه وقرب من شفايفها بس ما قدرش يكمل ويبوسها. بعد عنها بسرعة، دي بنتي، مش لازم أنسى، أنا مش عزيز، مش عزيز. كان حيقوم يمشي بس لمح أول خيط من الشمس بيظهر، فصح أنجل بهدوء عشان تشوف الشروق. فوقي الشروق، بصت للشروق وابتسمت. ياه شكله حلو قوي، نفسي نفضل مع بعض للأبد. مارد بصلها وابتسم بس ما ردش. أي أوامر تانية؟ يلا بقى عشان أنا بنام على نفسي. لا مفيش أوامر، في هدية. وقربت على خد مارد وبسيته وهو ابتسم. يلا بقى يا شقية هنطلع ننام. وطلعوا يناموا. مرت 5 أيام عادية من غير أي أحداث، بس كانت أنجل بتجهز لمفاجأة مارد، وفريدة بتجهز لحاجة تانية. وجه يوم عيد ميلاد مارد، أنجل جهزت هدوم ليها ودخلت أوضة مارد وهو نايم، أخدت له طقم وحطته في الشنطة. صحي مارد أخد شاور وأنجل راحت أوضته. يلا نفطر عشان عامله لك مفاجأة. مفاجأة؟ رغم إني بكره المفاجآت بس يلا يا ستي قدامي. ونزلوا هما بيهزروا ويضحكوا، وفجأة مارد يلمح تورتة كبيرة في نص السفرة مكتوب عليها مارد عزيز الملكي. بص الأنجل بحدة ومسكها من دراعها. هي دي المفاجأة، بتتحديني يا أنجل؟ أنجل هزت راسها وعينيها اتملت دموع. أم هو زقها نزل وكأنه أعصار، بص للتورتة بغل ورماها على الأرض وخرج وركب عربيته ومشي. فريدة بصت لأنجل وابتسمت باستفزاز. أما أنجل جريت بسرعة عشان تلحق مارد بس مع الأسف كان مشي. فضلت تفكر كتير يا ترى راح فين، وفي الآخر افتكرت إسلام فاتصلت عليه وحكيت له كل اللي حصل. إسلام قال لها إنه في مكان واحد بس خاص بالمارد محدش يعرفه إلا إسلام، وهو بيت في حتة هادية مفيش حواليها بيوت كتير. إدها العنوان وقال لها إنه هيحصلها. قفلت أنجل وراحت على طول على العنوان. وصلت وفضلت تبص للمكان، شكله مريح، حواليه جنينة جميلة بس مع الأسف بيت وحيد مفيش حد حواليه. أنجل خبطت على باب البيت. مارد كان قاعد مخنوق وبيسكر، وفجأة سمع خبط قام فتح. كان فاكره إسلام لأن الوحيد اللي يعرف المكان ده. لقاها أنجل. أنجل إيه اللي جابك وإيه اللي عرفك المكان ده؟ أنجل والدموع في عينيها، مش أنا اللي عملت كده والله، دي مامتك فريدة. مارد هز راسه يعني خلاص فهم. وفجأة أنجل حضنته. كل سنة وانت أجمل مارد في الدنيا دي كلها. مراد الأول ما كانش عايز يحضنها
بس غصب عنه حضنها، وطبعا كان سكران ومش واعي لتصرفاته. قعدها على الكنبة بهدوء، خليكي قاعدة هنا وانا هدخل انام شوية وبعدها هاخدك ونرجع. دخل مارد وقلع التيشيرت ورمى نفسه على السرير، وفجأة أنجل بترمي نفسها جنب مارد. أنا هنام جنبك لأنك بتخاف تنام لوحدك. مارد افتكر كلامها وهي صغيرة بس اتجاهل إنه فاكره، وكان عايز يبعدها عنه بأي طريقة. أنجل قومي روحي. لا مش هروح. وراحت حضنته زي ما كانت بتعمل زمان. مارد بقى بيتنفس بسرعة ومش قادر يتحكم في نفسه، هو مش عاوز يأذيها بس هي مش فاهمة. وفجأة قربها منه وكانت شفايفها قريبة من شفايفه بس ما بسهاش. بقى بيتكلم وهو في نفس القرب ده. أنجل امشي روحي. ضربات قلبه كانت زي الطبول، والمشكلة ان أنجل بتقرب أكتر. وده لحظة مع الأسف المارد فقد السيطرة على نفسه. والحد هنا بتخلص الحلقة. استنوني في حلقة جديدة، بس ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد. وياريت ما تنسونيش باللايك الجميل اللي بيفرح قلبي دعما لنستمر. وإلى اللقاء الحلقة الجديدة إن شاء الله. بحبكم قوي.